السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي رأينا عملية رفع الصور باستخدام مكتبة دروبزون، ولكن يعني تكلمنا في آخر الفيديو أن احنا نريد أن أيضا نرى كل الفيديوهات اللي قمنا برفعها في هذه الصفحة مباشرة وعن طريق الرفرش بأقل تقدير. فإن شاء الله في هذا الدرس راح نقوم بإظهار هذه الصور هنا. إذا كانت هذا البوست يحتوي على صور، المفروض نرى الصور، ثم هناك يكون خيار لرفع الصور مثل ما نرى هنا. فلو رحنا على قاعدة البيانات في الباك اند، راح ناخذ انه هو البوست رقم واحد يحتوي على تقريبا 1 2 3 4 5 6 صور، وراح نذهب الى صفحة الشو ونعمل نسحب هذه من قاعدة البيانات عن طريق الريليشن شيب، العلاقة بين الايمجز والبوست. فنذهب الى المشروع، طبعا نفتح صفحة اللي هو شو دوت بليد. اذا تذكرون في الدرس الماضي وفي الدروس الماضية احنا عملنا اف ستيتمنت، نعمل تشيك إذا كان هذا البوست يحتوي على صور أو عدد صور أكثر من صفر، المفروض هنا يظهر لي الصور. قلنا راح نرجع لهذا الكود ونعمل له أبديت، وإذا كان لا يوجد فيه أي صور راح يطلع لنا رسالة للمستخدم أن لا يوجد أي صور، لا توجد أي صور، no images for this post. فراح نشتغل إن شاء الله اليوم على هذا الموضوع. بداية راح نعمل طبعا اللي هو نعمل سطر جديد في بوتستراب، اللي هو نعمل رو، ثم نعمل داخل الرو راح نعمل كلاس، أو راح نعمل for each loop. راح نستدعي كل الصور لهذا البوست عن طريق العلاقة اللي هو post images، يعني نجيب كل الصور نعطيها variable as image، لكل واحدة بتكون عبارة عن صورة واحدة اللي بتكون image، ثم نغلق طبعا اللي هو for each loop. راح نرجع نعمل كود في المنتصف int for each، int for each بهذه الطريقة. طبعا الحين معي أنا الصور طبعا داخل ال variable اللي هو يسمى image، راح أعمل column جديد داخل عشان نرتب الصور بشكل أربعة أعمدة لكل صورة تقريبا، call md medium size 4. داخل الصور أعتقد هنا معي خطأ بسيط في ال styling أو ممكن يكون طبيعي ما متأكد، int for أو n for each. فكل صورة بتكون عبارة عن كارد. طبعا أيضا كومبوننت موجودة في بوتستراب، بإمكانك تروح على بوتستراب وتطلع على إيش الأشياء اللي تحتويها. أول خطوة بتكون عبارة عن صورة، هذه الصورة بتكون عبارة عن image. السورس للصورة راح ناخذه، نرجع للصورة بتكون عبارة عن asset، ناخذ هو عبارة عن helper موجود في لارافيل. هذا الهلبر يودينا على ستورج سلاش ايمجز، راح نعمل لكم كاتينيت مع اللي هو باك سلاش. طبعا عملت طبعا تيستينج لهذا الموضوع قبل هذا الفيديو. انت راح تعمل طبعا اول ديسبلاي للاسيت ستورج ايمجز، بس تشوف ايش اليو ار اللي يطلع لك، ثم تكون معك الصوره مخزنه، نحن خزناها بقاعده البيانات اذا تذكروا عن طريق فقط الاسم، فالباث يتكون من اسم فقط. طبعا هي لا يوجد طريقة واحدة لهذا الموضوع، بإمكانك تخزن الباث كامل داخل قاعدة البيانات وهنا تستدعي الصورة فقط. يعني تكتب هنا ممكن post slash أو الايمجز اللي هو images مع ال URL أو الباث اللي تخزنه. أنا ارتديت في هذا الكورس أن أعمل طبعا عن طريق اللي هو الاسم الصورة، عشان أنا ما أردت أن أعمل اللي هو formatting للسترينج وهذه الأشياء شوية ربما تكون يعني ليست جزء اساسي من هذه السلسله من هذا الدرس، وحبيت تكون الموضوع يكون اسهل. فمع ستورج ايمجز اعمل كونكاتينيت مع الباث، ثم اعمل كونكاتينيت مره اخرى مع الايمج فاريبل مع الصوره، اسم الصوره اللي هو باث، ونشوف اذا كان هذا الموضوع راح يعمل بطريقه صحيحه. بعد ذلك طبعا الالت اللي هو عنوان الصوره، ممكن تحط عنوان للصوره، راح اكبر الشاشه بالضغط على كنترول بي، ثم اعمل طبعا هايت 150 بكسل، وايضا في الويدث 150 بكسل. فالان مع الصوره في ايضا هناك في البوتستراب كلاس اخر اللي هو يسمى للصور، عشان تكون بصوره كامله في الكارد راح نضيف كلاس، هذا الكلاس يسمى كارد ايمج توب، راح نعطيه ايضا مارجن مثلا بوتوم 3 او 2، نعطي 3. خلصنا نحن الحين من الصورة داخل هذا الكارت، طبعا الكارت تحتوي على اللي هو الصورة
وايضا تحتوي على البادي دوت كار داش بادي. في البادي بامكانك تكتب هنا التايتل او ما شابه ذلك. راح نضعها الحين حاليا ما فيها اي شيء لحد ما نرجع مره اخرى، ممكن نضيف التايتل اذا حبينا. وايضا تحتوي على كارد دوت كارد فوتر، كارد فوتر هذا راح نضيف فيه فور لعمليه الديليت. راح نرجع هنا نضيف الراوت في الدرس القادم، لكن راح نعمل هنا ديستروي على سبيل المثال هي الفورم. الميثود راح تكون بوست، راح نغير بها بعد ذلك. في الفورم طبعا نحتاج اللي هو @CSRF. راح نغير الميثود او الانبوت ميثود الى destroy او delete. بالعادة الريكوست يكون من البراوزرز هو get و post. فاحنا عشان نعمل delete request راح نكتب اللي هو هذا الطريقة كأنه يعمل hidden input بال delete. اعتقد هذا مشروع ايضا في Laravel documentation Laravel. فالبتن راح تكون عبارة عن submit class، ممكن اعطيها class عشان يكون شكلها اولون btn slash مثلا danger احمر. انا ممكن اكتب ديليت. هذا هو طبعا بشكل عام الفوتر والهيدر وما شابه ذلك. نشوف كيف الصورة تظهر طبعا داخل الموقع، نشوف نتأكد هل جاب الصور في اي مشكلة. في نلاحظ ان هنا ونرجع على البوست الاول نعمل فيو، ما عمل لي اي شيء ديسبلاي، لكن اتأكد من نتورك. المفروض انه يكون معاي يعمل لي بول للايمجز، او على الاقل شيء يكون في اخطاء هنا، فمعناته في مشكله في الاليمنت اللي استخدمناه. نراجع الكود فالظاهر معي ما يعمل هنا اي لوب. لو رحنا حتى على السورس كود وشفنا السورس كود راح نلاحظ ان لا يوجد فيه اي شيء للصوره. اعتقد في المشكله في اللوب، راح نراجع ان اللوب على الاقل يكون يعني يعمل رن للوب ونشوف ايش المشكله الاخرى. فور بوست ايمجز نحن نشيل الاقواس هنا، راح نستدعي اللي هي كل انستنس من هذا البوست. راح نعمل ريفرش، نعمل فيو. الحين معي طبعا اشتغل يعمل لوب على كل الصور، لكن عندي مشكله اخرى وهي موضوع ان الصور ما تشتغل معي. نشوف ايش المشكله في الكود هنا. نحن نسينا نعمل خطوه مهمه جدا في الفايل ابلود، نحن نعمل اللي هي حاجه اسمها الستورج لينك، بحيث انه يعمل لي كانه يعمل سيمبوليك لينك في مثل بي اتش بي من للبابليك فولدر اللي هو بابليك ستورج من الستورج بابليك اللي نحن خزننا فيه البيانات، وهو موجود في الدوكيومنتيشن للارافيل. راح نعمل رن لهذا الكود اللي هو بي اتش بي ارتسن ستورج كود عشان يعمل هذا يكون الفولدر اكسسبل من البابليك فولدر. فنعمل سيمبوليك لينك، المفروض الان انه يستطيع ان يقرا هذه الصور ان شاء الله. نعمل ريفرش، ايوه. فالان الصور معي تعمل بطريقه صحيحه، هي مساله فقط الفورماتنج، نعدل في الفورماتنج لهذه الصور. لو خلينا الصور مثلا شويه الصوره واعلى تكون طبعا شكلها افضل اجمل. بامكانك تلعب بالفورماتنج اذا احببت. طبعا هذا بشكل عام. الان لو رحت على البوست راح اضيف هنا ايضا بوست داخل هذا المنيو عشان يكون، او هنا طبعا داخل قائمه ممكن نضيف هنا هي عمليه البوست في الاب layout عشان يكون سهل الدخول على هذا الموقع او دخول على البوست. نروح على views layout app كان نضيفه هنا. app name ممكن نضيف هنا class واحد. nav brand وممكن نضيفه داخل logout بعد اللوج اوت او قبل اللوج اوت عن طريق الكلاس اللي هو ناب بار ايتم. ممكن نعمل هنا اعتقد راح يكون عبارة عن سلاش بوست كلاس دروب داون سلاش ايتم سلاش ايتم. ممكن نكتب عنوان له بوست. نعمل ريفرش،
معنا البوست موجود هنا معنا عليه، يمكن نضيفه أعلى اللوج أوت قبل اللوج أوت عشان يكون أعلى. نعمل ريفرش عشان يكون سهل الدخول على البوست من هنا. الآن البوست معي، لو رحنا على الصفحة الثانية أو البوست الثاني لا يوجد فيه أي صورة، نعمل تجربة ندخل صورة جديدة، نعمل ريفرش تطلع معي الصورة هنا موجودة. طبعا الديليت بوتن راح نشتغل عليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أشرحه في هذا الفيديو، اللي هو عبارة عن إظهار الصور داخل الصفحة، صفحة البوست في صفحة الشو. وإن شاء الله في الدرس القادم راح نأخذ موضوع اللي هو الديليت، كيف نستطيع أن أمسح الصورة بعد رفعها. شكرا على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.